أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. كشفت مصادر أمنية عن وفاة أحد المعتقلين في سجن الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد. وأضافت المصادر أن المعتقل توفي مساء الثلاثاء داخل سجن الناصرية بسبب إصابته بمرض التدرن الرئوي الحاد، ويبلغ من العمر 31 عاما، وهو من محافظة واسط ومحكوم عليه بالسجن المؤبد وفق المادة 4 إرهاب. وفي وقت سابق أكد تقرير للجنة حقوق الإنسان في بعثة يونامي في بغداد وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتعذيب في السجون الحكومية لانتزاع الاعترافات منهم بالقوة وحبسهم دون محاكمات بالتزامن مع الإهمال الصحي المتعمد واكتظاظ السجون. وأظهر مقطع مصور انهيار والدة أحد السجناء في سجن الرصافة الخامسة بعد إن علمت بإصابة ابنها بمرض التدرن الرئوي وخوفها من وفاته بسبب غياب الرعاية الصحية في السجون. دعونا نشاهد هذه الصور التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي في العراق لهذه الإمرأة. وطلبت مجموعة من أمهات المعتقلين وزوجاتهم الحكومة بإقرار قانون العفو العام والنظر لأحوال المعتقلين في السجون ممن انتزعت اعترافاتهم تحت وطأة التعذيب وبوشاية من المخبر السري. دعونا نشاهد جانبا من هذه المطالبات التي أطلقت من تحت نصب الحرية في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد. حكومة محمد الشيع السوداني، احنا امهات السجناء، اولادنا ابرياء، لا ذنب ولا جناية، وشاية المخبر السري وتبعت الاقوال من عندهم بالكراه وبالتعذيب. نقيب اكرم ساومنا مساومة راد دكترين من عندي، وابني 15 سنة الحكم، ابوه مات ما يدري بي، زوجته طلقت، جهالة سابه، وانا مرة معوقة ايد وحدة، تقبل مروتكم محمد الشيع السوداني، مرة بالحمام ياخذونها من الحمام، تقبل مروتكم؟ يعني هاي الحكومة هاي الغيرة العراقية ليه؟ شو السبب؟ لا مفرد ظلمي ولا متلبس، يعني دعوة تخطف طلع من عندها افراد يساومنا مساومة ويخلي ابني ينحكم 15 سنة لا ذنب ولا جناية. فد وحدة ظالمة ما تخاف الله ذبت ولدي خمسة راحوا اثنين بالسجن وخالي ثلاثة، حسبي الله ونعم الوكيل. يقول للقاضي اسمك دعوة لين اسمع عمر، ليش حكمهم؟ لا كشف دلاله ولا شهود ولا دليل، وضعهم على ورقه بيضة. الله ما تخافوا يا عماد الجابري ويا الظالمه، حسبي الله عليها ونعم الوكيل، حسبي الله تقنع ولدها ان شاء الله. تتنوع عمليات الابتزاز التي ينفذها الضباط المتنفذون في وزارة الداخلية، حيث تداول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا قالوا بأنه للملازم أول مصطفى هادي رزيج نجل مدير شرطة الأنبار وهو يستغل نفوذ والده، حيث قام باختطاف أحد الأطفال وحقق معه داخل منزله وفقا لمصادر محلية وكما قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، في مشهد وصفه عراقيون بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقانون واستغلالا واضحا للمنصب. دعونا نشاهد هذه الصور التي انتشرت كثيرا على منصات التواصل الاجتماعي. لا مشكلتك
سولف لي يلا اطلع لي بالنظيف حامد هسه. سيد والله قلت لي ما ادري كلمة رجال. كلمة شنو موضوع سنة؟ والله شنو موضوع سنة؟ ما سنة بس هاي ما سنة صحيح. شنو شو تسولف لي؟ بس كشف عيني. شو تسولف لي ما سنة؟ سنة. هو سالت لك مين؟ هذا كلهم سمعتهن. ها؟ هذا كلهم سمعتهن. عشيت ما سنة. شنو اللي تعرفه عن سنة؟ شنو اللي تعرفه عن سنة؟ راح اقوم ادفنك. نذهب الى تفاعل الجمهور العراقي مع هذا المقطع. فوادي قال العراق في ظل الحكم الجعفري غاب القانون والقانون لا يطبق فقط على الضعفاء والمساكين. هاشم الأعرجي يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وين رئيس الوزراء من هذه الأفعال يعني؟ وإذا ابن مسؤول هيش أفعاله يقول أبو وين؟ لا إله إلا الله يقول محمد رسول الله. سيد كريم النوري يقول أين وزارة الداخلية والجهات المسؤولة عن هذه التصرفات إذا كانت الأجهزة الأمنية حامية للقانون؟ هذه أخلاقهم، كيف الحال لبعض الناس؟ اسمع يا وزير الداخلية. بشار العياش قال مات شعور الاستغراب، أصبح كل شيء متوقعا في العراق. طبعا بعد انتشار هذا المقطع والذي أثار غضب العراقيين وتساؤلهم عن دور وزارة الداخلية بإيقاف هذه الانتهاكات، أعلنت وزارة الداخلية ببيان عبر حسابها على فيسبوك، أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيقية حول هذا الانتهاك الذي ارتكبه ابن مدير شرطة محافظة الأنبار. معنا اتصال من محافظة الأنبار أبو سمية، أرحب بك أبو سمية. يعني شاهدنا هذا المقطع، ويعني بحسب المصادر وبحسب ما قال العراقيون بأنه هذا الضابط وهو يدعى مصطفى هادي إرزيج، والده مدير شرطة محافظة الأنبار، يقوم بهذا الفعل وهو من يصور وهو من يقوم بالنشر. كيف يمكن أن نصف هذا الاستغلال للمنصب وهذا الاستخفاف بحقوق الإنسان وبالقانون الذي من المفترض أن يكون ضابط الشرطة أو المسؤول هو أول من ينفذ القانون في البلد؟ مرحبا بك معنا أبو سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك سيد الكريم. نعم. أصبح معروفا أن القانون في العراق يطبق على فئة ويمكن أن لا يطبق على فئة أخرى. فإن الجرائم إذا ارتكبها من هو بعيد عن الأحزاب وبعيد عن القوات الأمنية وليس عنده سند فإنه يطبق عليه القانون، وتبدأ الشعارات بظلم الطفولة وبانتهاك الحرمات وغيرها. أما إذا ارتهك الحرمات وإذا تجاوز على الطفولة شخص من القوات الأمنية أو تابع للأحزاب فإنك تجد الأصوات تخرج هجولة، وربما هذه الجريمة قد يغطى عليها وربما قد يتم تجاوزها. هذا أصبح معروفا في العراق في مسألة التغطية على الملفات. وتاريخ العراق منذ الاحتلال ولحد هذه اللحظة يشهد الكثير من الملفات التي تم التغطية عليها وتم تجاوزها. يا سيد الكريم، مثل ما تطلقون على فئة معينة وعلى سين وعلى صاد ألقاب الإرهاب والتجاوز وانتهاك الحرمات والجرائم الدولية، أطلقوا هذه الألقاب وهذه التسميات على أعضائكم على أفراد القوات الأمنية. سيد الكريم، الإنسانية مفقودة عند القوات الأمنية، والأولى تسميتها القوات الإرهابية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فالذي يعطي الأمان ويثبت الأمن يجب أن يطبق القانون على نفسه أو يعني أنت يعني بعد ما أعلنت أبو سمية، بعد ما أعلنت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيقية حول هذا المقطع، يعني ألا ترى بأن الوزارة جادة بهذا الأمر بالتحقيق وإيقاف هذا الضابط؟ يا سيدي الكريم، وزارة ميليشياوية لا نتأمل منها خيرا. نحن نعلم والعراقيون يعلمون كما سميت سابقا وزارة الإدلالات، وزارة ميليشياوية لا نرجو منها خيرا. نعم.
أبو سمية من الأنبار كان معنا، شكرا لك. هل يوجد اتصال آخر؟ نعم، نذهب إلى ملف آخر وهو ملف النازحين وغياب الرعاية الصحية والتفاقم معاناة النازحين في مخيمات النزوح، حيث تتواصل المناشدات التي يطلقها النازحون لتوفير العلاج لهم بعد أن تخلت عنهم الحكومة والمنظمات الإنسانية. ومن بين المناشدات التي جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي تلك المناشدة التي أطلقتها سيدة عراقية نازحة في مخيم إبزيبز بعامرية الفلوجة في محافظة الأنبار بعد أن خسرت عينها وسط حاجة ملحة لإجراء عملية جراحية لتركيب عدسة لها تكلف نحو 1500 دولار فقط. دعونا نشاهد ما قالته هذه السيدة النازحة. إنه أنا خسرت عيني وهسه لازم أغير العدسة مالتها، والعملية تكلفتنا 15 ورقة، وشهد الله ما عندي منعتها ولا ربع. أحب أناشد إخوان الطيبين الخيرين وهي العدسة يستنزع. نسأل الله أن يشافيها وأن يعافيها وأن يصل صوتها إلى أهل الخير. وفي ذات السياق أطلقت سيدة نازحة من جرف الصخر نداء استغاثة لأهل الخير لمد يد العون لابنها الذي يعاني من الفشل الكلوي ومرض في الدم يتطلب مراجعة دورية إلى الأطباء في ظل ظروف إنسانية صعبة في المخيمات. دعونا نشاهد. عندي ابني هذا مريض عنده تناظر فشل كلوي وعنده مرض بالدم، أريد مساعدتكم أنتم أهل الخير أهل المروة، أريدكم تساعدونا والله العظيم. كل أسبوع عندنا مراجعة، كل أسبوع لازم نوديه لبغداد الأخصائي الدم والأخصائي كله، أريد من عندكم تساعدونا بعلاجه بالمراجعة مالته، أريد من عندكم أنتم أهل المروة أهل القيرة تساعدونا والله العظيم والله العظيم. ابني عنده فشل كلوي من عمره 7 سنوات وهسه عمره 18 سنة، وهذا المرض بي، وإحنا مهجرين من جرف الصخر، وريد مروتكم وريد مساعدتكم. الله شافي هذا المريض بجاه ربي، وريد من عندكم المساعدة. هذه اللقطات أثارت حزن العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي والتضامن مع هذه الشريحة، شريحة النازحين، والتي تبين جانبا من معاناة النازحين. ومنهم من علق وقال: أيمن الهلال يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول اللهم انتقم من السياسيين الفاسدين الذين أوصلوا العراق إلى هذا الحال المأساوي. حيدر العراقي يقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم كان سببا في معاناتهم وخراب بيوتهم. عادل عبد المهدي يقول النازحون لا حول لهم ولا قوة طبعا إلا بالله، وهم يدفعون ثمن فساد الحكومة وطغيانها وفشلها. علي يقول ستبقى قضية النازحين وظروفهم الصعبة ومعاناتهم وصمة عار في جبين الحكومة العراقية والساسة الانتهازيين وأحزابهم، لأنهم هم السبب في كل ما جرى ويجري على أبناء شعبنا. معنا اتصال علي من بغداد، أرحب بك معنا علي، تفضل علي. أهلا وسهلا بك، تفضل علي. أهلا وسهلا. الحين في دارة مستشفى الثانية بغداد. إيه؟ في سنة 2010 في الكتاب ماتي مال مباشرة. نعم. الحين في قمران. نعم. أنت شو بالبداية علي شو مخلص؟ نعم نعم أستاذ. الدارة الحين في دارة بغداد مستشفى الثانية بس ما حول أمية. إيه. يا ريت تنص التلفزيون علي علي علي. نعم نعم. نص التلفزيون الأخير، اترك التلفزيون وحكي وياي، دع تحكي أنت بالمباشر. كأنه تتكلم نعم معايا نعم بالتلفون، تفضل. احكي لي من البداية، شنو قضيتك؟ نعم علي. أستاذ أنا تعيش في دبي بغداد الشرق الثاني. وانظلمت من قبلهم. نعم. من موظفيهم من الدولة كلهم. شلون؟ هذا بالبيع، ما بالبيع. ساعي خوفهم وبنت ما بيحكي مالهم، ما تحيني سوى كذيت على عمري، دمروني دمار الله وكيله، ما خليت مكان، ما خليت أنا مراسلتهم، قال راسل ما حجرت عليه، علي صوتك، علي صوتك دا يروح ويجي، يا ريت ترجع تتصل بينا مرة ثانية. شبكة ما عدنا بيتنا،
يعني انت طلع لك التعيين وما باشرت له شلون؟ يا ريت يتصل بينا علي مره ثانيه لان الصوت ده يروح ويجي. معنا ابو عمر من الناصريه، رحب بك معنا ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. يا هلا بك. لا عمي. طبعا من ساعة تعليقك على الضابط هذا خطف الولد يتحقق وياه. نعم. الله ينعم عليه. هاي وين صار بيا تاريخ؟ نعم. ادق للضابط بيا تاريخ. احنا شوف عمي مع الاسف، طبعا مع الاسف ما عنده عمام، ما عنده عشيره. هذا يا ضابط، هذا مين الضابط؟ نعم. زين احنا ما عندنا ضابط. انا تشريني من الناصريه ابو عمر، والله العظيم لو بالناصية الا انا نجماتي خلي يتحكم بالقندره هذا الضابط وخلي يسمعني. زين، غير المفروض اذا هذا المتهم طبعا مثل ما ظهر يعني بالمقطع بانه صغير السن يعني بعد طفل، غير المفروض اذا عنده قضيه يتم التحقيق معه في مركز الشرطه مو بالبيت؟ عمي ماكو حكي اجيبه بالبيت، يعني انت هسه خاطب الطفل انت، يعني نعم. انت مسوي جريمه، انت شو يعني شو يا خلاك ضابط، شو تحس على البلاد على وطنك؟ وهذا اولا محافظتك هذا الطفل، شنو الطفل جاي تخوفه وتحقق وياه بالبيت؟ يعني انت هسه خطف الطفل، خلي يسمعني هذا الضابط الساقط، خطف له طفل هذا يحقق وياه؟ قال له لا، بس عيب 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 على عمامه عشيرته هذا، والله زعلت ماتت، خلي يسمعني هو، وين على ابوهم؟ لا لا بس بدون تجاوز أرجوك أبو عمر، رجاء أبو عمر من الناصرية، كان معنا دائما نؤكد بأنه لك حق التعبير عن الرأي ولكن بدون تجاوز. أشكرك أبو عمر من الناصرية، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات عدة سوف نناقشها معكم، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. اهلا بكم من جديد. يعاود الاتصال بنا علي من بغداد. ايه ابو حسين، ايش تريد تقول قبل الفاصل؟ تفضل ابو حسين، تسمعني؟ يبدو اننا فقدنا اتصال مره اخرى مع علي من بغداد. اكدت واشنطن حصولها على ادله دامغه بتداول ايران خلال الاسبوعين الماضيين لدولارات تسلمها العراق حديثا من وزارة الخزانة الأمريكية. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر أمريكية بأن البيت الأبيض يشعر بأن الحكومة في بغداد تتعامل بعدم اكتراث مع تحذيراتهم الأخيرة للمؤسسات المالية في العراق بعدم بيع الدولار إلى إيران. وكشفت الصحيفة عن محاولة السودان بناء ضغط أوروبي على الولايات المتحدة لتخفيف قيودها على مبيعات الدولار في العراق، لكنه فشل في مساعيه، ما يرجح ضرورة سفره إلى واشنطن للتفاوض على تأجيل تطبيق القيود الأمريكية على مبيعات الدولار. وضمن تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار على الأسواق العراقية، عادت مشاهد الطوابير أمام الأماكن المخصصة لبيع البيض بالسعر المدعوم
إلى العراق في ظل الارتفاع الكبير لأسعار السلع الغذائية لا سيما البيض، وعبر عراقيون عن مخاوفهم من هذه الأوضاع الاقتصادية التي تذكرهم بفترة الحصار الاقتصادي إبان التسعينيات من القرن الماضي. دعونا نشاهد هذه الصور المتداولة من العاصمة بغداد. هي هاي تالي ما تالي الشعب العراقي من شان كاسر على النفط والبنزين والغاز، هسه ظل يكسر على البيض وبعد الله اعلم يكسر على اليمن، هسه بالله سرعه الموت منتهين مني، بس اليتنا نكر على البيض باوي يا ريت يعني بلاش لا ب5000. شكرا يا حكومتنا الرشيده، شكرا. نبقى في إطار ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث وصل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء إلى 173,000 دينار عراقي لكل 100 دولار في أكبر عملية هبوط لقيمة الدينار العراقي منذ 2003. وانعكس سعر الصرف على غلاء المواد الغذائية بما فيها أسعار الخضار والفواكه التي يستورد العراق معظمها من دول الجوار بسبب انهيار قطاع الزراعة. دعونا نشاهد كيف عبر أحد المواطنين عن هذا الموضوع في المقطع الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. نص اليوم جبت لي نص راس عمي الدورة بس أشمه ما أسوي، يعني الدورة إلى أعلى لا أريد أسوي أعلى راس طماطم راس بتيتي راس خيار، يعني وين تبدون توصلوني عمي؟ مللتوني، شلعت قلوب، نتردون من عدنا بس مو نتردون من عدنا، ترى ناس ميتة من الجوع. الحكي راح نرجع ليوم الحصار، يعني راح يصير علينا حصرة كل شيء. وتعاني الأسواق المحلية حالة من الركود وتوقف البيع والشراء بسبب تذبذب أسعار الصرف وعدم ثباتها وسط عجز الحكومة عن وضع حد لهذا الانهيار للدينار العراقي. وأكد تاجر في بيع التجزئة من بغداد تعرضه لخسارة كبيرة بسبب اختلاف سعر الصرف بعد شرائه لبضاعة قبل شهر ودفع كلفتها اليوم بسبب اختلاف وارتفاع سعر الصرف وانهياره، أي انهيار الدينار العراقي أمام الدولار. دعونا نشاهد. البضاعة قصتها قبل شهر كان الدولار 149 تقريبا، اليوم وصلتني البضاعة وحسابي 60 ورقة، راح اصرف الدولار على 165 تقريبا، خسارة صارت 1,000,000 دينار. هاي انا صاحب محل بسيط، ايش حال تجار الجملة وايش حال المعامل؟ الله يساعدكم. طبعا الى ذلك حذر ناشط من تبعات هذا الانهيار الاقتصادي الذي يشهده العراق، محذرا السياسيين من عواقب أو من عواقب تجاهلهم لمعاناة المواطنين التي قد تنفجر في أي لحظة. فنتابع. بالله الشعب متوتر وضال على شعره، والله أني ناصح لكم قسما بالله العلي العظيم، أنا ناصح لكم، خاف ما تلحقون الشردون، خاف طياراتكم ما بيها بنزين، فنصيحة لوجه الله للحكومة الاتحادية والسيد السوداني، اتخذوا الإجراء اللازم وفورا، الورق لا زال للصعود، والمصادر تقول من 75 إلى 200 استقراره، يعني 200-175 مقابل 100 دولار. فنصيحة من الشعب بالله العلي العظيم، إذا طلع هالمرة ما راح يرجع. طبعا على الرغم من التصريحات الحكومية التي أطلقها محمد الشياع السوداني والذي دعا فيها العراقيين إلى التمسك بالدينار كونه سيكون أقوى من الدولار في المستقبل، إلا أن الشارع العراقي قابل تلك التصريحات بسخرية وغضب كبير، وقد ترجمت أهازيج الجمهور الرياضي في ملعب الشعب خلال حضورهم لمباراة الكلاسيكو العراقي ضمن الدوري الممتاز بين ناديي القوى الجوية والزوراء، ترجمت سخطهم الكبير تجاه السلطة والسوداني حول ارتفاع سعر الصرف. دعونا نشاهد قبل استعراض التغريدات على وسم الإطار يهرب الدولار، فنتابع. Yeah.
نذهب إلى تويتر والتغريدات تحت اسم الإطار يهرب الدولار. ناطق التميمي يقول الشعب العراقي يخاطب السياسيين داخل المنطقة الخضراء، الدولار وصل 170,000، أدري الفقير يأكل تراب وكيس الطحين وصل 60,000. يقول ناطق الله ينتقم منكم ومن سلطكم علينا. أما سما الطائفة تقول سعر صرف الدولار سيكون القشة التي تقسم ظهر حكم الإطار، فقد زاد غضب الناس وفقرهم، ونشاهد في الشارع نفس النقمة والغضب في الأيام التي سبقت تشرين 2019. أما وائل معن فقال الفاسدون يريدون استغلال أي منجز لتبييض صورتهم المصخمة كما وصفها. يقول اليوم الشعب يعاني من ارتفاع الأسواق والفقير بالضم. يقول الله لا يوفقكم يا السياسيين. تغريدة أخرى من ليلى ثابت تقول فيها أزمة الدولار أزمة من أزمات كثيرة مرتبطة بوجود هذه السلطة لا تنتهي إلا بانتهائها. أتمنى أن نفهم هذا ونتحرك نحو تغيير شامل واعتصام مفتوح. الإطار يهرب الدولار. نعم، معنا اتصال محمد من بغداد. محمد، يعني نشاهد غليان في الشارع العراقي بسبب يعني ارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي وارتفاع أسعار السلع الغذائية. عراقيون ناشطون أطلقوا اسم الإطار يهرب الدولار. واشنطن تؤكد بأن هناك أدلة دامغة بوجود دولارات تسلمها العراق من وزارة الخزانة الأمريكية يتم تداولها اليوم في إيران. رأيك أخي محمد من بغداد، ورحب بك. أول شيء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك وتحية لقناة الرافدين. حياك الله، يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك دكتور. يعني احنا اني يمكن سبق وان قلت يعني قلت هذول الحكام اللي جوا علينا ما راح يسوون خير بهالبلد هذا. نعم. يعني وايد قلت هذا الكلام. نعم. وما راح يسوون. يعني هاي الفلوس المهربه اللي تروح لايران لتقويه الاقتصاد الايراني او لسد نقص مثلا الحاجات او البناء والاستثمار بالايران، فهذه الفلوس وين ودوها لإيران؟ والميزانية تأخرت بسبب إيران لأن الفلوس نقصانة، يعني مو هي الفلوس الكاملة اللي موجودة. نعم. وهاي الأحزاب بيناتهم تتصارع إشقد نسبة الميزانية اللي حصته ولك حصته. نعم. ويطلع فلان مسؤول يقول لك والله أنا عين ابن أختي وابن خالتي. يعني هذول بيناتهم يحكمون البلد. أنا يعني أمريكا هي من جابت هذول، غير يقولون يابا أنتوا تعالوا حكموا البلد، أنتوا شدوا كنتوا سنين عشتوا كله بظلم وفساد وما أدري شنو، غير أنتوا تجون تحكمون هذا البلد تطوروه تقفوه تعوضوه. يعني لو جاوا يدمروه ودمروا البلد بالزايد. نعم. يعني أنا خل أقول لك شغلة يا دكتور. نعم. البلد هسه تقسم فئات، يعني فئات يعني مو حرجة كلش، يعني قسم ولاهم لإيران وقسم ولاهم للأحزاب وقسم ولاهم مع علي وش علي وقسم يعني غالب علي الفقر والجوع. يعني الفئات العراقية والشعب تقسم إلى فئات كثيرة، يعني يعني ما تقدر تحكي تنتقد أو تسوي، لا مظاهرات تفيد ولا 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 انتقاد للحكومة تفيد. الوضع هسه لازم يكون محمل الجد، يعني وضع محمل الجد هو شنو؟ أمريكا لازم تتخذ، يعني أكو أعلى من معد من أمريكا، من اللي ينقذ هذا البلد؟ المفروض هي أمريكا دولة كلها تزيحهم، تيجي يعني تصير حكومة جديدة، حكومة كفاءات، حكومة بناء. ذولا ما راح نستفاد من عندهم أي شيء، وذولا يكون بعد 10 سنين و20 سنة كل شيء ما راح يسوون. ويبقى والورق ما حيصير 200 همين، احتمال يصير 200 الورق. نعم. والعملة العراقية نزلت، العملة العراقية في نزول، ما له قيمة الدينار العراقي، هو كان 150 و140 ما له قيمة، صار ما له قيمة أكثر بعد لأن المواد صعدت. فقلت لك الدكتور يعني دول لازم مطلوب من الدول العالميه من دول زين الطبقه العالم كله، حقوق الانسان بالعالم كله. الطبقه السياسيه يعني برايك اخي محمد، الطبقه السياسيه محمد ابدا اسالك برايك، الطبقه السياسيه ما مدركه لهذا الامر الخطير اللي حارب يعني عيشه المواطن العراقي موضوع الدولار؟ مدركه ما مدركه من النتائج عليه.
مدركه وتتباوع عليه وتقول احنا هاي جينا تنهينا الشعب هذا تنذل الشعب هذا على مود كيف الحرب العراقيه الايرانيه. لان اني دكتور باوع خل اقول لك شغله يجوز مني معلومه اقول لك اياها. يعني عندي اصدقاء هاجروا لاوروبا وامريكا وكانوا هم اساسا يعني عندهم ناس يشتغلون بالبرلمان بالبرلمانيين وبالحكومه يشتغلون قالوا اصلا ذولا هاي الحكومه ما راح يسوون خير بهالبلد هذا يبقى هيك البلد متدهور ومذلول وما عنده لا بناء ولا استقرار. نعم يعني هاي الكلمه الاخيره وانا اشكرك دكتور. انا اشكرك محمد من بغداد كان معنا. نذهب الى ملف المشاريع المتلكئه في العراق والتي تسببت بنخر الميزانية بعدين تبخرت التخصيصات المالية المرصودة لها وذهبت إلى جيوب الفاسدين. ففي محافظة البصرة نشد مواطنون لإكمال إنجاز مجمع خالدون السكني وإنقاذه من الاندثار بعد توقف العمل فيه منذ 14 عاما وتهالكه بعد أن قضت عليه الرطوبة والأمطار. دعونا نشاهد هذه الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي. مناشدة الكل الخيرين ونواب البصرة يعني ترضونها. هذا مجمع الخالدون الدولة خسرت عليه 230 مليار ووصلت نسبة الإنجاز 70%. وهسه مثل ما جاي يشوفون شوفوا البيوت راح تطيح واخذتها الرطوبة. ليش هاي الخسائر؟ يعني ذو الشهداء يسكنون العشوائيات ويسكنون الإيجار وهاي بيوتهم هاي حلالهم هذا ملكنا. بيطابوا بيطابوا صار له 14 سنة منو يتحملها؟ ليه شنو ذنبنا؟ يعني احنا ذو الشهداء نقعد بالإيجار والدولة عايفة هاي البيوت 14 سنة لا سنة لا سنتين. مدة العقد 27 شهر يعني سنتين وثلاث شهر وهاي صار ل 14 سنة راح يطيح البيوت. 230 مليار مو حرامات مو خسائر على الدولة؟ شنو ذنبهم ذو الشهداء يظلون بالإيجارات؟ ليش؟ ومن صور الفساد التي بددت أموال العراقيين ذلك الجدار الذي وصفه سكان البصرة بالجدار العنصري لإخفاء العشوائيات إبان بطولة خليج 25 الشهر الماضي والذي كلف خزينة الدولة نحو 45 مليار دينار عراقي حيث أظهرت صور ملتقطة الحال الذي انتهى به هذا الجدار بسبب الأمطار والعواصف الأخيرة بعد أن تحطمت معظم واجهاته وتركت دون أي فائدة. فلنشاهد. ونبقى في محافظة البصرة ومع المشاريع المتلكئة ولكن هذه المرة في قضاء شط العرب حيث سلط الضوء أحد الناشطين من هناك على مستشفى حكومي كان يفترض إنجازه منذ سنوات لكن الحال انتهى به أن يصنف من ضمن المشاريع المتلكئة التي كلفت خزينة الدولة أموالا طائلة بعد أن لم ينجز منه سوى الجدار الذي يحيط بقطعة الأرض المخصصة للمشروع. دعونا نستمع لشهادة هذا الناشط حول هذا المشروع غير المنجز فلنتابع. أتواجد في مكان من المفترض أن يكون مستشفى في قضاء شط العرب في محافظة البصرة لكن للأسف الشديد مثل ما جاي يشوفون فقط سياج. هذا السياج هو الكلفة الإجمالية لهذا السياج 4 مليار دينار. قد يستغرب البعض من هذا الرقم. طبعا أنا أطلقت على هذا السياج هو السياج الذهبي باعتباره أكبر كلفة في العراق. فقط سياج منذ عام 2011 وإلى يومنا هذا ونحن في عام 2023. من المفترض أن تكون مستشفى وتم رصد لها أموال 40 مليار وتمت إحالة هذه المستشفى إلى شركة شبه وهمية في عام 2011
وإلى يومنا هذا منذ أكثر من 11 سنة لا توجد مستشفى، فقط سياج. هذا السياج أطلقنا عليه هو السياج الذهبي. المواطنين بين فترة وأخرى يجون يزورون هذا السياج يستبرقون به باعتباره سياج ذهبي. احنا نقول انه لابد من متابعة ملفات الفساد والملفات الوهمية والمبالغ اللي تم هدرها واعتباره هدر بالمال العام، لانه السياج تعرض للاندثار وتعرض الى التلف. بماذا علق عراقيون حول هذه المشاريع المتلكية؟ دعونا نقرأ بعضا منها على فيسبوك. يقول أبو زين، يقول: سيأتي يوم ويتحول هذا السياج إلى صرح كبير وآثار قديمة يذكرها الأجيال في السنين القادمة، ويقولون: ها هنا كان أجدادنا القدامى العظام، وهذه آثارهم الجميلة. يقول متهكما. أما منير فقال: هذا لا شيء بالنسبة إلى سياج المحمودية العظيم كما أسماه على سيد الشارع العام من بداية قضاء المحمودية ولغاية اللطيفية، الذي كلف مئات المليارات وذهب أدراج الاندثار، هدر بالمواد والسرقة للأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما ياسمين فتقول: 4 مليارات بالسياج، تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، على كل حرامي ينهب بأموال هالبلد. علي يقول: هذا المشروع وغيره من المشاريع الوهمية في الفترة الذهبية للفساد والفشل في فترة المالكي، يقول: ولا حسيب ولا رقيب. إذن مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد، ونذهب إلى الهاشتاغ، حيث جدد الخريجون الأوائل المستبعدين بإنصافهم وشمولهم بالتعيين في موازنة 2023 والتي لم تقر لغاية الآن. وطالب الخريجون الأوائل بإعادة النظر بقضيتهم بعد صدور كتاب من مجلس الوزراء وجه بدمج الدراستين الصباحية والمسائية وأخذ 3 الأعلى معدلا منهما واستبعاد 3 الآخرين. وطلب الخريجون الحكومة بإنصافهم وإلغاء كتاب الاستبعاد وشمولهم بالتعيين في موازنة العام الحالي على وسم أوائل دفعة 2022. دعونا نذهب إلى التغريدات في تويتر تحت هذا الوسم. أسراء تقول: أوائل دفعة 2022 نطالب وزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي بعملية تدوير الفائض من الدرجات 74,000 المستحدثة للأوائل وحملت الشهادات العليا للسنوات السابقة وتعيين أوائل دفعة 2022 الذي لم يحصلوا على كود. غياث يقول: نطالب وزارة المالية بإدراج أوائل دفعة 2022 في الموازنة العامة لكي ننشمل بالتعيين.
صفاوي يقول الخريجون الأوائل لسنة 2022 يطالبون العمل بقانون 67 وعدم إهمال أي فقرة فيه وتخصيص المبالغ المطلوبة لهذا القانون في الموازنة الاتحادية العامة. محمد علي يقول أوائل العراق دفعة 2022 ضمن قانون 67 يطالبون بإدراجهم في الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، التعيين مطلبنا. بين الكشف عن سلسلة الفضائح الأخيرة المتعلقة بأوضاع السجون الحكومية وتدهور أوضاع حقوق الإنسان في العراق، تنوعت تلك الفضائح بين الفساد في ملف إطعام السجناء وقيام بعض إدارات السجون بإجبار السجناء على شراء المخدرات، إضافة إلى تفشي التعذيب والابتزاز وغيرها من أشكال الانتهاكات بشكل واضح. وتتمثل أخطر الانتهاكات في السجون الحكومية في تفشي حالات التعذيب بهدف إجبار المعتقل على الاعتراف بارتكابه جرائم معينة أو بهدف الابتزاز المالي، فضلا عما رصدته المصادر الحقوقية وشهدته عائلات السجناء في قضية ابتزاز أهالي السجناء والمعتقلين من قبل بعض إدارات السجون. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، فلنتابع. ينتظرون الفرح على جمرة من نار، هل منكم الرشيد؟ ليس في الحكومة رجل رشيد، فعلى مرأى منها يتفنن السجانون في إذلال المعتقلين بظروف غير إنسانية ودوافع طائفية وسط غياب تام لأبسط قواعد احترام حقوق الإنسان وتكتم السلطات الحكومية على حقيقة ما يجري خلف أسوار تلك السجون، ما يستدعي تحركا دوليا حاسما لإيقاف الانتهاكات والفظائع الجارية داخل السجون الحكومية في العراق وضمان محاسبة المتورطين والمسؤولين عنها ومحاكمتهم. صور تكشف مرارة الإذلال الذي تعيشه أمهات المعتقلين بوقوفهم طوابير على أبواب السجون الحكومية على أمل مقابلة ذويهم، فضلا عن ابتزاز إدارات السجون المستمر لهم. هذا تمن الفاصولية، هذه وجبة الغداء مع 45 نفر. لم يكن هذا المشهد غريبا، فمن قبله شهد العالم فظائع الاحتلال الأمريكي في سجن أبو غريب، وعلى نهجه تسير حكومات الاحتلال وسط نداءات من هيئات ومنظمات دولية بالتحرك العاجل لإنصاف المعتقلين. يقولون حتى مكان ما تقدر تنام أمي، كافي الله عليكم كافي. نداء لا يستصرخ آذان الفاسدين ومعدومي الضمير، فعشرات الآلاف من السجناء والمغيبين قسرى باتوا مجرد أرقام لصفقات سياسية وتواطؤ مكشوف مع القتلة من الميليشيات دون الالتفات إلى معاناة عائلاتهم وآلامهم. أحمد حسين قاف ثلاثة المعاون عوفنا، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، وحق اليمين الله يذانه. مشهد مؤلم آخر يكشف أحدث ما توصلت إليه الحكومات المتعاقبة في إمعانها بإذلال وتعذيب المعتقلين في سجونها وابتزازها لهم عبر تجارة المخدرات وإجبارهم على تعاطيها ودفع أموال طائلة للضباط وقادة متنفذين داخل السجون. مشاهد واضحة يعمى عنها القضاء في العراق في ظل تنصل مستمر للحكومة عن مسؤولياتها تجاه ذوي المعتقلين والمغيبين قسرى، ولا أمل في رجل رشيد يعيد للمعتقلين كرامتهم. نعم أعزائي المشاهدين، تابعنا معكم اليوم العديد من الملفات وكان من أبرزها موضوع الدولار، وكما أشرنا بأنه واشنطن أكدت حصولها على أدلة دامغة خلال الأسبوعين الماضيين بأنه هناك تداول لدولارات في إيران تسلمها العراق حديثا من وزارة الخزانة الأمريكية. طبعا نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر أمريكية بأن البيت الأبيض يشعر بأن الحكومة في بغداد، حكومة محمد الشيع السوداني، تتعامل بعدم اكتراث مع تحذيراتهم الأخيرة للمؤسسات المالية في العراق بعدم بيع الدولار لإيران. وكشفت الصحيفة عن محاولة السوداني بناء ضغط أوروبي على الولايات المتحدة لتخفيف قيودها على مبيعات الدولار في العراق، لكنه فشل في مساعيه، ما يرجح ضرورة
سفره إلى واشنطن للتفاوض على تأجيل تطبيق القيود الأمريكية على مبيعات الدولار. ويأتي هذا بينما أقر رئيس الوزراء محمد أشياع السوداني بأن ملايين الدولارات تهرب يوميا إلى خارج البلاد بفواتير مزورة، وأضاف بأن تلك التحويلات أصبحت مكشوفة بعدما تم إلزام الجميع بإجراء التحويلات عبر منصة سويفت الإلكترونية التي تتيح للبنك المركزي الأمريكي المراقبة. وبشأن ملف صفقة القرن، قال السوداني بأن المتهم نور زهير قام بتوزيع جزء من الأموال المسروقة على متنفذين من بينهم سياسيون وإعلاميون ومصارف، ملمحا إلى ارتفاع مبلغ سرقة القرن إلى أكثر من الرقم الحالي المقدر بنحو 2.5 مليار دولار. طبعا حقوقيون وخبراء اقتصاديون انتقدوا في وقت سابق تفريط السلطة القضائية ورئيس الحكومة محمد الشياع السوداني بأموال الدولة والسماح بإطلاق سراح المتهم نور زهير بشرط إعادة الأموال المسروقة على دفعات. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.